أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اشف جرحانا وارحم شهداءنا واستر على نساءنا ونساء المسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله. يا من تجيب المضطر إذا دعا وتكشف السوء، نحن المضطرين وأنت المجيب يا رب الأرباب يا الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. من ريف حمص الجنوبي معنا المقاتل أبصقار. أبصقار، هل أنت نادم على ما قمت به من قتل الشبيح الأسدي والتنكيل بجثته؟ أنا واحد من الشعب السوري، والشعب السوري جزء من العالم. أنا مستعد لمحاسبتي على شرط أن يحاسبوا بشار وشبيحته على الجرائم اللي ارتكبوها ضد أطفالنا ونسائنا. وأنا أوجه رسالتي إلى العالم، إن لم يتوقف سفك الدماء في سوريا سيكون الشعب السوري كله أبصقار، كله أبصقار. تكبير! الله أكبر! أبصقار، ما هي دوافعك إلى التنكيل بجثة الشبيح الأسدي؟ لأنه توجد بهواتفهم عم يقتلوا الأطفال ويغتصبوا النساء ويحرقوا الجثث، وعم يقصوا إيد واحد وهو طيب، وعم يذبحوا واحد وعم يعذبوا واحد. هاي يعني كل سوري حر بشوف هاي المشاهد ما بيعرف شو بيطلع معه. أخي المقاتل أبصقار، هل ستستمر في العمل الثوري بعد الموقف الذي حصل معك؟ النصر أو الشهادة، ننتصر أو نموت.